هي ما اكثر معلش شيء، ولو كان الكلام هو كلام الى حد ما طائفي، انه طب كيف كمان انه ما عم بتطل الا مناطق الا بتضيع مسيحيه يعني بالتحديد يعني. وانا رح لكم من هلا ورايح، كل مواطن لبناني ما عم بيفرز ببيته ما يسمعني صوته. مثلا بتيجي بدك تحكي العالم بيقول لك ايه جيبوا لنا الكهرباء وبعدين احكوا، لك خيي عمره ما يكون في كهرباء، شو ايام جدك كان في كهرباء كيف عايشت؟ لل 100 دولار ولل 50 دولار ولل 300 دولار ما حدا يحكي بهيدي الكلمه. الجيش معنويات. في ناس اليوم خيارهم ايران هي خيار أنا ايران. انا بحب حياكه السجاد. اه بس كرمال هيك؟ لانه للحقيقه كثير مهمه وكثير بتعلمك الصبر والهيدا، انا بحب حياكه السجاد صحيح. مثل بالزمان قالوا لها لا يمكن ماري روز بالاشرفيه. مش قالوا لها عجبك انه انقطع الطحين وانقطع الخبز وما في خبز بقى؟ قالت لهم ايش عليه ياكلوا بسكويت. ماري أنتوانيت. ماري أنتوانيت خاصة الأشرفية. مع احترامنا للستات الأشرفية عنا بس هي لأنه كانت بالأشرفية يقال أنه كانت موجودة بالأشرفية. مالي بناغازاكي وهيروشيما هن المدينتين الوحيدين باليابان يلي هن كان فيهم وجود مسيحي كثيف. هذا ما حدا بيعرف. بدكم تفتخروا أنه ما في شيء نقطة سوداء عندنا أو شيء نندم عليه بحياتنا. No, but it's different than Washington and London. We should maybe teach them how to run a country without a budget. انتو فيكم ما تمشوا على الارض، تطيروا عن الارض يعني. انتو بتحسوا حالكم طايرين عن الارض.